كنا بنقول دلوقتي يا جماعه، كنا بنقول دلوقتي على اللي هو جلايكوبروتين اللي موجوده في السلم برين. طب ايه تاني موجود في السلم برين؟ هو في السلم برين يا جماعه حاجه اسمها فوسفوليبيد. حاجه اسمها مين؟ فوسفوليبيد دي منها ماده اسمها يعني نسميها بليتليت فاكتور 3. اسمها مين؟ بليتليت فاكتور 3. دي مهمه جدا في عمليه البلاد كواجوليشن. كلمه كواجوليشن معناها عمليه التجلط. عمليه مين؟ تجلط. خلاص خلي بالك بقى، يعني كل حاجه لها حاجه، كل حاجه لها فايده، كل حاجه لها ايه؟ يبقى الممبرين بتاع البليتليت في عنده مجموعه اسمها جلايكومين بروتين من الاول ده 1 بي و 2 بي 3 اي، وفي فوسفوليبيد اللي هو بيكون لي ماده اسمها بليتليت فاكتور 3. دي بتساعد في عمليه البلاد كواجوليشن، بينما جلايكوبروتين 1 بي بيساعد في عمليه الاجيجن. بقول لك بقى الكومبو البراند ده اللي هو اللي انا كنت رسمه قبل كده، مش فاكر كنت رسمه فين. فوق اهوت. بقول لك بقى اللي هو الكومبو براند ده كانه يا جماعه جلو. عارف جلو يعني ايه؟ جلو يعني صمغ. هو اللي بيلزق مين؟ هو اللي بيخلي البيزنس تلزق مع مين؟ مع الكولاجين. مع الكولاجين. كل ده عشان اسد مين يا جماعه؟ اسد الحاجه اللي حاجه اسمها بليتليت بلاد. بلاد يعني سده، سداده. عشان اسد الفتحه دي. واضحه؟ البليتليت ادهيجن والبليتليت اجريجيشن يوقف النزيف ولا لا؟ يوقف النزيف فعلا. ماشي خلاص. طيب نيجي بقى لمين؟ السيتوبلازم. بقى السيتوبلازم هتلاقي بقى في السيتوبلازم يقول لك والله ده في عندي مش عارف كونتراكتايل فيلمنت، حاجه اسمها اكتين، وحاجه اسمها مين؟ مايوسين. بتخلي البليتليت ممكن يحصل لها مين؟ كونتراكشن. هنقول لكم ايه الهدف منها. بتلاقي في عندك حاجه اسمها اندوبلازميك ريتيكولوم، حاجه اسمها دي بتعمل ستورج لمين؟ لحاجه اسمها الكالسيوم ده مهم. في عندك بقى اهم حاجه يا جماعه، هتلاقي في نوعين من الجرانيولز، حاجه اسمها دينس جرانيولز وحاجه اسمها الفا جرانيولز. خلي بالك دينس عشان بتبقى بالالكترومايكروسكوب لونها جامد فيسموها دينس. المهم الدنس جرانيولز يا جماعه تحتوي على مواد ودي تحتوي على مواد. ايه بقى الدنس جرانيولز دي بتحتوي على مين؟ قال لك بتحتوي مثلا على ماده اسمها اي تي بي سنترايفوسفيت، تحتوي على ماده اسمها سيروتونين، تحتوي على الكالسيوم موجود في الاندوبلازميك ريتيكولوم. تاني الدنس جرانيولز فيها مين؟ اي تي بي سيروتونين كالسيوم والكالسيوم، وماده ثانيه اسمها ثرومبوكسين او ثرومبوكسين اي 2. طيب مش موجوده قوي، مش نقولها دلوقتي. الفا جرانيولز دي يا جماعه موجود فيها فاكتورز. طب احفظ الحاجات دي لكن هتفهمها بعدين، معلش كل انا بحشك بديك معلومات عشان تقعد تحفظها، ولكن كل معلومه هيبقى لها فايده بعد كده. الفاكتورز ايه بقى الفاكتورز الموجوده؟ اللي هي بيقول لك ده في حاجه اسمها بليتليت اكتيفيشن فاكتور، حاجه اسمها بليتليت اكتيفيشن فاكتور، في حاجه اسمها بليتليت درايف جروث فاكتور. يعني ده جروث فاكتور، يعني دي ماده فاكتور، يعني ماده يا جماعه ماده بتساعد في عمليه الجروث لمين؟ انساها دلوقتي هفهمها لك بعدين. جروث فاكتور بس ده درايف ده مشتق منين؟ بنسميه بليتليت درايف جروث فاكتور. في عندك هتلاقي في عندك قلنا بليتليت اكتيفيشن فاكتور، بليتليت درايف جروث فاكتور، في عندك بليتليت فاكتور 4 اللي بقى كان تاني اسمه بليتليت فاكتور مين؟ 3. بليتليت فاكتور 4 ده يا جماعه ده هيبرين انتاجونست، يعني مضاد لمين؟ انتاجونست، يعني ضد الهيبارين. ضد مين؟ الهيبارين. خلاص وهنفهم له دور في ايه. الهيبارين ده مين مع الجلطه؟ فكده هيوقف عمل مين؟ التجلط. الهيبارين هيوقف عمل الهيبارين. طيب في عندك حاجه اسمها الفاكتور رقم 5 8
في اللي هو الفورم فورم في البراند مين فاكتور. يا في الكروتينج فاكتور يا جماعه حوالي 13 عام. عندك الكروتينج فاكتور رقم 5 اللي عامل زي نظام الكرينيا، فاكرين الكرينيا؟ الكرينيا النيرف اللي قبل كده اللي هم الاعصاب الكرينيا المخيه ال 12 عصب، العصب الثالث الرابع هم الخامس ها الثامن ها الفورم البراند فاكتور. الفاكتور اسمه فايبرولوجي. الفايبرولوجي ده لسه شغال. الفايبرولوجي على فكره ما بيصنعش في البليتلت، ده هو بيصنع في الليفر. بيصنع فين؟ في الليفر. بس بيتخزن في البليتلت، في جزء كبير بيتخزن فين؟ فاللي بيطلع من البليتلت مش مصنع، فاهم ايه؟ متخزن، اللي متخزن فيها. المهم في كمان فاكتور مين تاني؟ فاكتور 13 يبقى 5 ها 8 والفورم بالبراند فاكتور والفايبرينوجين والفاكتور رقم 3. على فكره الفايبرينوجين ده يعتبر فاكتور رقم 1، بنسميه فاكتور رقم مين؟ 1. هم 13 فاكتور 13 ماده. ماشي، افهم معايا بقى، افهم معايا علشان ما تلخبطش. لما اقول لك مين اللي فيها فاكتور، الدنس ولا الالفا؟ الفا فاكتور. الالفا مين؟ فاكتور زي اللي فيها فاكتور. الدنس يا جماعه ما فيهاش فاكتور خالص، ده فيها اي دي بي واي تي بي مش ادينوزين. طبعا ده اسمه ادينوسين دايس ادينوسين درايفر. ماشي، في طبعا ميتوكوندريا. تقول طب وايه فايده الميتوكوندريا؟ الميتوكوندريا ما بتصنع الاي تي بي. الاي تي بي فيها مايكروتوبيولز، يعني عارفين مايكروتوبيولز خطر السجل. مايكرو هي التطور العصيه يا جماعه، العصيه الموجوده في الخليه اللي بتحافظ على شكل مين؟ شكل الخليه، تحافظ على الشيب بتاع الخليه. ماشي، عموما مش هنتوسع اكتر من كده. هو مثلا ده كان مدخل بس مين لعمليه الجلطه والبتاع، بس كفايه لما تقروا بس الجزئيه. نشوفكم ان شاء الله المحاضره الجايه.